أذكر بالمواقف. قضية الخلاف هو خلاف سياسي ما بين محمد الحلبوسي وجزء من الإطار التنسيقي. زين. والخلافات السياسية ممكن تحل. ولكن الأضداد خلافهم مع الإطار التنسيقي هل هو سياسي؟ قطعا مو سياسي. خلاف عقائدي. من هم ذولا؟ الأضداد اللي هم ذولاك. خلافهم خلاف عقائدي؟ عقائدي. هؤلاء كانوا يقولون لنا الشيعة يريدون يذبحوكم، الشيعة يريدون يقتلوكم، الشيعة يسبون عمر، الشيعة يسبون عائشة، زين، الشيعة يسبون أبو بكر، ايه؟ الشيعة مهمشينه، الشيعة هيج، الشيعة شو. فجأة رجعوا إلى الواجهة وصار منهم قيادات وزعماء الشيعة يدعموهم. وهذا عجيب. يعني يجون الشيعة مثلا الإطار التنسيقي، بعض من الإطار، هسه ما أريد نحكي بالجماعة حتى عبرت على وقتي، بعض من الإطار يجي يشكل على شعلان الكريم اللي في لحظة عاطفية قال فت كلمة بحق واحد معدوم وانتهى الموضوع وراح ورجع آمن بالعملية السياسية ورشح وفاز وصار له مدري كم سنة عضو برلمان. شنو واحد معدوم؟ هو معدوم هو شنو واحد؟ هسه أوكي غير هذا، هسه أوكي غير هذا رئيس النظام الدكتاتوري. تمام تمام تصبرني هسه أنت تقول لي وقتي خلي وصل الفكرة. ولكن لا يشكل على خميس الخنجر اللي تحدث بثوار العشائر وتحدث تحدث على الحج الشعبي اللي هو ما معدوم بعده موجود.